وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهذا خطأ. والصحيح وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، الدال مضمومة وليست مفتوحة، صدقاتهن أي الصداق وهو المهر. البعض يقول دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، وهذا خطأ. والصحيح دينا قيما، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. البعض يقول والذين يمسكون بالكتاب، وهذا خطأ. والصحيح والذين يمسكون بالكتاب، السين مشددة. البعض يقول أمن لا يهدي إلا أن يهدى، وهذا خطأ. والصحيح أمن لا يهدي إلا أن يهدى، الدال مشددة. البعض يقول بسم الله مجراها ومرساها، وهذا خطأ. والصحيح بسم الله مجريها ومرساها، مجريها. البعض يقول ربما يود الذين كفروا، وهذا خطأ. والصحيح ربما يود الذين كفروا، الباء مفتوحة وليست مشددة. البعض يقول ائتوني زبر الحديد، وهذا خطأ. والصحيح آتوني زبر الحديد. وأيضا البعض يقول قال انفخوا، والصحيح قال انفخوا، الفاء مضمومة وليست مفتوحة. البعض يقول وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا، أو البعض يقول أضلونا، وهذا خطأ. والصحيح وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. البعض يقول الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هذا خطأ. والصحيح ظن السوء عليهم دائرة السوء، السوء وليس السوء. البعض يقول فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وهذا خطأ. والصحيح خالدين فيها بالمثنى، خالدين فيها وليس خالدين فيها. هذه الأخطاء العشرة، أتمنى من الجميع أن ينشر هذا المقطع ويحتسب أجر في تصحيح تلاوة القرآن. السلام عليكم.